في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن المروري وعلى إثر تداول فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي لسيارات سياحية مختلفة عبر طرق ولاية الجزائر العاصمة، هؤلاء السواق يقومون بمناورة خطيرة وتغيير الأروقة بالسرعة المفرطة على مستوى هذه الطرقات مع حمل الهاتف وتصوير المناورات ثم نشرها على حساباتهم الإلكترونية وبالأخص تطبيق تيك توك، وهذا من أجل التفاخر وتحريض المتتبعين على هذا النوع من السلوك الطائش. استغلالا لهذه الفيديوهات والقيام بالتحرية اللازمة من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، تم التوصل إلى هؤلاء السواق في ظرف وجيز وتوقيفهم مع فتح تحقيق من طرف الوحدات المعنية كل حسب اختصاصه. بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وهذا بجنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم للخطر مع رفع مخالفة المناورات الخطيرة.